الجي نتاعنا نتاع اليوم هو ديجا باش نكتبها في التيتر نتاع الفيديو هذيا، إحاطة نفسك بالناس السلبية هو عبارة عن موطن بطيء. المقولة هذيا ولا الميتافور هذيا راهي اني با اكزاجيري حتى طرف، خاطر كيما البدن لطف عليكم عنده نجم يمرض، كيف كيف فوتر ايتا دام فوتر سبيريتوال يور سول كيما نقولوها زاد كيف كيف تنجم الستاك معناتها النجم سوغا اتاكي بار بليزيور مالادي اونتر غيمي. اول بوان كومون ايدونتيفي العباد السلبيين، شكون هم الناس السلبيين وشنو التاثير نتاعهم، الى اي مدى ينجموا ياثروا علينا ولا حياتنا ولا شخصيتنا، اي لو بلوز امبورطون مانتنون لا سوليسيون كيفاش نجموا نتخلصوا من التاثير هذا. بوان نيميرو 1 شكون هم الناس السلبيين؟ كيفاش نعرفوهم؟ انا بيدي كنت في حياتي معناتها العادية سواء في عائلتي ولا في صحابي ولا في خدمتي ولا في البزنس بتاعي ولا في لونتوراج الصغير ولا القريب، كانوا العباد هذوما عايشين معايا بوندون دي زاني اي جو مسوي جامي مي اون كيستيون اللي هما ينجموا يكونوا سلبيين. من بعد او فور يا مزور اللي معناتها البزنس هذايا خاطر فيه البزنس نتاعنا فيه برشا ديفلوبمون بيرسونيل دونك فريمون تو تو رومي ان كوز في برشا حاجات. الناس السلبيين هما اللي كي اساي دو فو غاباسي، الناس اللي كي اساي دو فو تيري فيغ لو با، الناس اللي يقولوا لك ديما لي راك ما تنجمش لي امبوسيبل تنجح، ديما يشكيو ديما يعلقوا في الفشل نتاعهم على شماعه كبيره فيها الحاجات الكل اللي هو الا هما. انا ما نجحتش على خاطر عارفي، انا ما نجحتش على خاطر كورونا، انا ما نجحتش على خاطر الحكومه، انا ما نجحتش على خاطر ما فماش دي زامبيسيون في تونس، انا ما نجحتش على خاطر يحب على خاطر عاملين عليا كومبلو على خاطر على خاطر. هذوما العباد امبوسيبل بور كيل سو ميت اون ايفيدونس، ديما يحاولوا يلقاو اعذار ومبررات للفشل نتاعهم يحطوها على العباد.